أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: إذا اضطرت المرأة إلى لبس النقاب وهي محرمة بحجة ضعف بصرها، فهل يلزمها فدية أم لا؟ نعم، إذا لبست النقاب عليها فدية ولو كانت محتاجة إليه، لأن الذي اضطر إلى حلق رأسه حلق وفدى بنص القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة. فإذا احتاج إلى فعل المحظور من محظورات الإحرام فعله ويفدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا للذي يحتاج إلى فعل المحظور، يخير بين هذه الأمور الثلاثة. فهذه المرأة تخير بين إنها تطعم 6 مساكين في مكة، أو تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، أو تصوم 3 أيام في أي مكان. الصوم يجوز في كل مكان، أما الإطعام والفدية فلا بد أن يكونا في الحرم ويوزعان على فقراء الحرم. نعم.